بطبيعة الحال كواحد المجموعة ديال الفنانة تلقينا الدعوة باش نحضروا المراسم ديال تصوير مسرحية حجر رطوب لفرقة تكادة العريقة. هاد المبادرة جات في إطار برنامج المسرح يتحرك اللي كتنظمو وزارة الثقافة مشكورة. هاد المسرحية هادي جينا نحضروا ليها نظرا لأن من بين العروض الجميلة اللي الإنسان خصو يدخل يشوفها وحتى باقي العروض الأخرى. فاحنا كجينا بعدا أولا تنقلبوا على الفرجة لينا حنا والدعم حتى الفنان اللي كيكون فوق الخشبة وتيشوف زميل ديالو فنان حاضر كيكون واحد الدعم ولو معنوي. كنتمناو حظ سعيد للفرقة ديالنا مسرح تكادة وحظ سعيد وموفق لجميع الفرق المغربية اللي كتخدم في هذا الشأن اللي هو الشأن المسرحي والثقافي والفني. وكنتمنى مسيرة موفقة للجميع في هذا العرض. هذا العرض ديال مسرحية حجر رطوب اللي كانت يعني منقولة غدا تكون مصورة وغتمر إن شاء الله عبر القناة الأولى إن شاء الله. مسرحية حجر رطوب كما تبعوا الصحفيين والجمهور كذلك فهي مسرحية جميلة كتتكلم على واحد الدوار ما له من الناس ديالو اللي الخير والشر إلى آخره، وتتكلم على السوق والأدوات ديال السوق وعلى التراث المغربي الأصيل يعني بالجلابة وبالطربوش وبالترازة وبزاف الحويجات. مسرحية كانت رائعة جدا. كنشكروا زعما صراحة الجمهور اللي جا اليوم وساندنا ودعمنا بزاف ما يعني نشكروش ليه ما ينساوش ليه هذا الجميل ديالو صراحة. هذه الفرقة هذه اللي هي عريقة دارت مسلسلات دارت مسرحيات دارت أغاني عندها تاريخ ديالها وكانت من ضمن الفروق اللي تختارت باش تكون في هذا المشروع ديال المسرحية تحرك. نتمنى هذا العمل هذا يلقى إقبال ويلقى واحد الصدى كبير ونتمنى أن هذه الفكرة تطور أكثر ويشوفوا الجمهور المغربي أشنا هي مثلا لاش متعطش مثلا لكل ما هو كوميدي المسرحيات الاجتماعية اللي كتطرح المشاكل ديالو الخاصة. جيت سعيد أنني نلقى دعوة من عند فاطمة حركات ممثلة اللي شاركت معايا بعدة أعمال في إطار المسرحية تحرك. هذا شيء جميل. اليوم احنا في محمد السادس جينا حضرنا المسرحية ديال حجر رطوب ديال فرقة تكادة. الأجواء جميلة كثيرة بزاف. علاش؟ ان الجمهور متعطش للمسرح المغربي. انتم كتعرفوا عامين ديال كورونا كان المسرح واقف وهذه الفكرة ديال المسرحية تحرك سواء احنا خدمنا ولا ما خدمناش ولكن الفرق اخرين تيخدموا كتفرح للزملاء ديالك ملي كتلقاهم كيتحركوا والمسرح غادي بواحد الطريقة اللي احنا كنشوفوا دابا الجمهور المغربي متعطش لهذا بحال هذه العروض المسرحية اللي كان واحد التجاوب كبير. يعني الفكرة جميلة الغنى شطيح يعني كاين واحد الأجواء اللي كانت حماسية والدليل هو أن الجمهور باقي ما بغاش يخرج من المسرح باقي كيتسنى. يعني هذا دليل أن المسرح يتحرك. خص العروض كثيره بزاف وخص الفرق ان الدعم يتفكر في طرق ديال الدعم تكون كثيره وكبيره بزاف باش جميع الفرق جميع الممثلين يتحركوا لان الفنان عنده غير المسرح ما عندوش شي حاجه اخرى.